تسأل في هذه المسألة وتتصل عليها بالسنة، يعني هذا الموجود أكثر، هذا الموجود يعني أكثر يعني من كل المال كل مكسبه لا شك فيها يعني. كله. نعم. حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. مشكلة والله يا أخي، والله مشكلة. هو امتحان صعب والله، امتحان صعب. كيف تعمل؟ لا ما نقدرش نقول له، يعني ما نقدرش يعني نقول لك مسائل المعضلات، هذه معضلة من المعضلات. سألنا في لجنة الفتوى في ظل الإفتاء، جايز يكون عندهم يعني ساعة ولا حاجة، لكن صعب علينا يا ابن أحمد، صعب. يا رب أنت ولي وأنت حسبي، أنت ولي وأنت حسبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث موصولا مع هؤلاء الأئمة، الإمام ابن أبي زيد القيرواني والإمام أبو الحسن الشاذلي والإمام العدوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ما ابن أبي زيد: باب في البيوع وما شاكل البيوع، باب في البيوع وما شاكل هو يعني يستوي. لو قال باب في البيع، لأن البيع جنس يشمل برضو كل أنواع البيوع، وما شاكل يعني ما شابه عقد البيع، في عقد الشركة فيها جانب بيع، عقد الإجارة في جانب بيع، كل عقود فيها جانب من جوانب الإيه. وهو حيتكلم عن أنواع البيوع، عندنا أنواع البيوع كثيرة في بيع مراطلة، في بيع السلام، في بيع الاستئمان، في أنواع البيوع كثيرة، حتعرض علينا إن شاء الله خلال دراستنا. فهو حيتكلم عن كل هذه البيوع بس إيه، بعبارة مختصرة، ودي برضه إن شاء الله هتفيدنا، لأن المواضيع المختصرة تلزق في الذهن، وربما كانت تفاصيل يعني يزيح بعضها بعضا، لكن الأمور المجملة تبقى في الذهن مع شوية الحاجات التفصيلات اللي عندنا من كتاب إيه الشرح الصغير، أي شابهها كالإجارة والشركة
وجمع البيع باعتبار أنواعه. فتقدير كلامه: هذا باب بيان أنواع ما يجوز من البيوع وما لا يجوز. وحد البيع، حد البيع يعني تعريف البيع. حد البيع يعني ايه؟ تعريف البيع. نقل الملك بعوض بوجه جائز، وده غير تعريف ابن عرفة. نقل الملك بايه؟ بعوض بوجه ايه؟ جائز. نقل الملك من المثمن من البائع الى ايه؟ المشتري. ونقل ملكية الثمن من المشتري الى الايه؟ الى البائع. بس بوجه جائز، الوجه الجائز ده يحتاج الى ايه؟ مجموعة من الشروط حتى يكون البيع ايه؟ جائز. سيتكلم عنها الشيخ ان شاء الله. وله ثلاثة اركان: اولها العاقد، والمراد بالعقد هنا البيع والمشتري، ويشترط فيه التمييز. يشترط فيه الايه؟ يعني حتى لو كان صبيا مراهقا ينعقد ايه؟ بيعه، فلا ينعقد بيع غير مميز لصبا او جنون. في بيع السكران تردد. تردد في الانعقاد، هل ينعقد بيع السكران؟ في تردد. هناك من يرى ان بيعه لا ينعقد على المذهب، يحكي كلمة تردد يعني فهم المدونة، كلمة تردد يعني فهم الايه؟ المدونة. فمنهم من يرى ان المدونة تمنع انعقاد بيع الايه؟ السكران باتفاق. ومنهم من يرى أن المدونة عبارتها تفيد المنع على المشهور، يعني كلاهما في منع العقاد، لكن يترى على الاتفاق ولا على المشهور. والتكليف من شروط الايه؟ العاقدين، وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد. يعني البيع ينفذ او لا ينفذ، كلمة لزوم البيع يعني ايه؟ التكليف شرط في نفاذ الايه؟ العقد، نفاذ البيع. يعني قد ينعقد ولكنه ايه؟ لا يلزم. والاسلام، احنا عندنا التكليف يشمل ايه يا مشايخ؟ العقل والرشد وايه تاني؟ والاختيار، البلوغ البلوغ والعقل والرشد والايه؟ والاختيار. لان الشخص المكره لا ينعقد بيعه. طبعا المالكية عندهم مسألة مشهورة، مسألة المضغوط. نعم، مسألة الايه؟ المضغوط. كنا مرة في ايام ما كنا في تونس، كان في واحد وزير يعني عامل لنا عشاء، كان جلستي بجوار احد القضاة في تونس، وانا تلقائيا يعني انا المفروض الانسان يتحسب في اي كلام، لكن انا اتكلم وخلاص. ففرصة فاتكلم معاه، يعني انتوا ما شاء الله من مشايخ كتير لكن سايبين الامور كده اهو، يعني احكام الشريعة غير مطبقة والمواريث غير مطبقة يعني في حاجات مشهورة عن تونس، موضوع تعدد الزوجات والحاجات دي. فهمس الي وقال لي ايه؟ عند المالكية بيع المضغوط نافذ.
كان بجاري من الجهة الأخرى الشيخ عبد الرحمن الكردي، كان نائب رئيس الدمعة، قام غمزني يعني كفاية كده. فدي من مشاهير المذهب المالكية، موضوع إيه بيع المضغوط. إيه بيع المضغوط؟ يعني واحد استولى على واحد بلطجي وحطه في حبس، أو الحكومة مثلا، حكومة يعني أي كلام، وقال له شوف إن لم تأتيني بألف جنيه مانيش مخرجك. لو انت خدت بقواعد الفقه وأن المكره بيعه غير نافذ، محدش هيشتري منه، عايز يبيع أي حاجة محدش هيشتري مني. مكره مين يشتري حاجة وتاني يوم يقول له لا أنا كنت مضغوط وقتها. فقالوا طيب من مصلحة هذا الشخص أن يحكم بإيه؟ بأن يكون ما يبيعه بيعه نافس، عشان يجد فرصة للخروج من هذا المأزق. لو كان البيع غير نافس محدش يشتري، وده يقعد في السجن إلا ما شاء الله. لكن قالوا يعني ينفذ بيعه لمصلحة مين؟ لمصلحته، عشان قالوا حاجة يبيعها وبيعه ينفذ ويخرج منين؟ من هذا المأزق اللي أوجد نفسه فيه أو وجد هو فيه. والإسلام هو شرط في شراء المصحف، يعني الإسلام ليس شرطا في كل البيوع، إنما في الأمور التي إيه؟ تحتاج إلى ملكية المسلم. إنما التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء في كل المبيعات والمشتريات مش مشكلة، لكن الأشياء التي لا يجوز أن يتملكها إلا إيه؟ إلا مسلم، مثل إيه؟ المصحف والعبد إيه؟ المسلم. الثاني المعقود عليه. أيوة. لا، المصحف المترجم ليس مصحفا، يعني الترجمة دي ليست قرآنا، لكن فيها عربي، يعني تبقى عربي أصلا في كلمات، في يعني فيها نص نص صفحة صفحة يعني كده بالعربي صفحة بالإنجليزي. هذه مشكلة، دي مشكلة، هذه مشكلة، مشكلة. كثير المسائل المراكز الإسلامية في أمريكا يعطونها هدايا حتى. والله يا ابني شوف، إذا كان يعني إذا كان القصد لعل هؤلاء يقرؤونها ويتأثروا بها وتكون سبب في هدايتهم، يعني إذا كانت بهذه النية أرجو أن تكون يعني فيها وجه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بالآيات إلى كسرى وإلى قيصر وإلى مع في نفس الخطاب آيات من القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بها. يعني بهذا الوجه ممكن يقال أنه يعني هو وجه جائز. وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به المبيع والثمن المثمن، أن يكون طاهر منتفعا به مقدورا على تسليمه. معلوما للمتبايعين غير منهي عن اتخاذه غير محرم. بكم شرط عندنا في المعقود عليه؟ أن يكون طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم للمتبايعين غير منهي عن اتخاذه غير محرم.
الركن الثالث ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول، وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاطاة. طبعا دلالة على الرضا تشمل إيه؟ العقود عن طريق الكتابة، عن طريق الرسالة، عن طريق الانترنت اللي يسموها الآن بتاعت الإلكترون، التجارة عن طريق الإلكتروني. كل ما دل على الرضا يعني المالكية عندهم سعة في طريقة العقود أو طريقة انعقاد العقود، عندهم سعة في هذا الباب واسعة جدا. يعني مثلا الحنفية أكثرهم يحمل بيع المعطاة على الايه؟ على الشيء غير النفيس، شيء غير النفيس. والشافعية لهم برضو يعني لا يجيزون البيع بالمعطاة، الإمام الشافعي لا يجيز البيع بالمعطاة، لكن لما جه الإمام النووي وجد يعني الناس لابد لهم من التوسعة في هذا، فأجاز بيع الايه؟ المعطاة. لكن الإمام الشافعي منع بيع الايه؟ لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول. وهكذا يعني بقية المذاهب. المالكية أوسع المذاهب في موضوع الايه؟ يعني صور عقد البيع. افتتح ابن أبي زيد الباب بتبركا بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا الزيادة، وحرمته السنة أيضا، الحديث المشهور هنتكلم عليه فيما بعد. وانعقد الإجماع على تحريمه، فمن استحله كفر بلا خلاف. يستتاب، فإن تاب إلا إيه؟ وإلا قتل. ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو إيه؟ فاسق، يؤدب. باع بيع ربا فيه ربوي، في فوائد زي ما بيسموها الآن جماعة ضحكوا على المسلمين وغيروا كلمة ربا إلى إيه؟ إلى فائدة. تلاعب. فحضرتك كمسلم هنا يقال لك أنت تتعامل بالربا، تتنطط وتقفز يمين وشمال، وإزاي أنا أكل الربا وإزاي وإزاي. لكن لما العقد فيه شوية فوائد كلمة فوائد خفيفة شوي، فالناس انطلع عليهم وأصبحت كلمة فوائد هي السائدة في كل العقود، ولم يأتي أحد لم يتلفظ أحد بكلمة إيه؟ ربا. مع أن هذه قدر هذه الربا هي الفوائد، والفوائد هي الربا، لكن هي نوع من التلاعب في الألفاظ. فمن باع بيع ربا غير مستحل له، يعني هو الشيخ هنا بيفرق بين حالتين، يتعامل بالربا على أنه ليس مشروع، يعني الربا أنه ليس حراما، هذا هو الكافر مستحل له، والثاني بيتعامل بأنه حرام ولكن ظروف غصب عني والتجارة هتخسر ولو طرق الحكاية دي مش هنعرف نعيش، يعتبر ايه؟ فاسد. نعم. زي مثلا واحد صلي فلان، هو لسه في صلاة، صلاة الناس ايام كانت ناس فاضية زمان، ما عادش في صلاة الان، الناس مشغولة، هذا يعتبر ايه؟ كافر. لكن صلي فلان، ربنا يتوب عليه، ربنا يتوب عليه، الله مشغول تعبان، وربنا سبحانه وتعالى يكرمني وان شاء الله نصلي. ها؟
شوف الفرق بين حالتين. الأول يسمى إيه؟ كافر، والثاني يسمى إيه؟ فاسق. والفاسق يؤدب خاصة إلا أن يعذر بإيه؟ بجهل، إلا إذا كان يتعامل بهذا بإيه؟ بجهل. ويفسخ العقد، فإن فات فليس له إلا رأس إيه؟ مالي. فإن فات ليس له إلا رأس إيه؟ ماله. كيف فات يعني يا مشايخ؟ احنا تعاقدنا بعملية بيع، صفقة بيع وفيها ربا، ولكن الصفقة موجودة في المخازن مثلا، في المكان اللي احنا تعاقدنا عليه، لازم يفسخ ويرد. إذا فات، إذا كنت صاحب الصفقة خدها وصرفها، ده معنى فات يعني. المبيع صرفه وباع لواحد تاني، والتاني راح باع لواحد تاني، أو تلف أو احترق، ده معنى الفوات. خلاص. فإن فاته فليس له إلا إيه؟ إلا رأس ماله. والألف واللام التي في الربا للعهد، وهو ربا الجاهلية. عايز يقول الآية نصت على حرمة إيه؟ ربا الجاهلية. ولهذا قال: وكان ربا الجاهلية في الديون، إما أن يقضيه دينه، وإما أن يربي أن يزيد له فيه. يعني يجي في نهاية السنة، أنا محددين أنك أنت تسدد في نهاية السنة، إيه يا فلان هتسدد؟ لا. طيب المية صاروا 200، السنة اللي بعدها هتسدد؟ لا. الـ200 صاروا 400. ربا الجاهلية كان ربا ايه؟ مضاعف. وده اللي بيسموها عندنا الآن الربا المركب. الفائدة المركبة. نعم. لأن الربا بتجيب ربا تانية وتجيب ربا تانية وهكذا. والله يا أخي متعجب أنا، يعني الناس المشايخ دول اللي هم بيبيحوا فوائد البنوك، كيف يجرؤوا على هذا؟ ما ذكروا أحد أنواع ربا، لأنه على 3 أنواع: ربا نساء، وهو هذا، وربا مزابنة، وبيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول. مزابنة الغرر، يعني باع شيء معلوم بإيه؟ بشيء مجهول. يعني ودي كل المراهنات قائمة على بيع الإيه؟ المزابنة. كل المراهنات النهاردة حضرتك تشتري ما في هذا الصندوق مبلغ كذا، أو تشتري ما في المخزن أنت مش عارف المخزن فيه إيه، كل بيع إيه؟ معلوم بإيه؟ بمجهول أو مجهول بمجهول، المخزن ده بالمخزن ده، أو الصندوق ده بالصندوق ده، وأنت لا تدري قدر ما في هذا الصندوق ولا قدر ما في الصندوق. يبقى إذن بيع معلوم بمجهول أو مجهول بإيه؟ مجهول. النوع الثالث اللي يبقى فضل. أيوة من جنسي. نعم. حتى لو كان من غير جنسي يحتاج إلى إيه؟ إلى سرعة التبادل. نعم. هنتكلم عليها. وربا فضله ما أشار إليه بقوله: ومن الربا في غير النسيئة، بالمد والهمز كخطيئة، بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. وكذلك منهم الذهب بالذهب يدا بيد ايه؟
متفاضلا. حضرتك انت يعني الكلام ده فاكره سهل ماشي محدش بيعمله، لا، كل المعاملات التي تجري في الصاغة مبنية على الربا، كل المعاملات من اول الصباح لغاية اخر النهار وفي كل المحلات مبنية على الربا. حضرتك تاخد شوية ذهبات المكسرين بتاع مراتك تحطهم قصاد الذهب اللي انت هتاخده ويدفعك الفرق، هذا ربا، هذا ربا. احنا قلنا لهم عشان تخرجوا من المسألة دي بيع الذهب القديم واشتري ذهب جديد، خرجنا من المشكلة دي. والأصل في منعه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. شف يعني تزيد، كلمة تشف يعني ايه؟ تزيد. ولا تبيعوا الورق بالورق، فضة بالفضة يعني، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. الحديث واستثنى من عبارة اعتبار المماثلة مسائل، منها المبادلة وهي أن يعطي 6 دنانير أو 6 دراهم أو أقل مسكوكة عدا بأوزان منها سدسا سدسا فأقل في كل درهم. إيه الحكاية دي؟ كان زمان في حاجة العملات تختلف، العملة عملة يزيدية، عملة محمدية، عملة مش عارفية، حسب السلطان الموجود، السلطان. وبعض العملات أنظف وأحسن من بعض، فأجازوا التبادل بين هذه العملات في حدود 6 دنانير أو 6 دراهم فقط، بحيث ما يكونش أحد الدرهم على الدرهم يزيد إلا في حدود 6 درهم فأقل. فهمت المسألة دي؟ الذي كان يجري في العملات المختلفة، فضة بفضة وذهب بذهب، في حدود 6 دراهم أو 6 دنانير، بحيث لا يزيد أحد الدرهمين على الآخر إلا في حدود سدس فقط. أكثر من السدس ما يصحش، أقل من السدس لا بأس، السدس فأقل. فهمتوا المسألة؟ طبعا الكلام ده لما كان العملة بالفضة والعملات الفضية والذهبية، الآن ما عادش فيه حد يتعامل لا بالذهب ولا بالفضة. الناس يعني العملات الآن فيش دولة الآن بتتعامل بالدنانير والدراهم الفضية والذهبية، كله يتعامل بالأوراق الآن، كله يتعامل بالأوراق. أقل مسكوكة، مسكوكة يعني مضروبة عدا، أيوة، بأوزان، يعني لا يزيد أحد الدرهم ده عن الدرهم ده إلا في حدود سدس فأقل. انت ممكن تعملها الان، ايوه، اذا كنت راجل الناس المغرمين بجمع اسمه ايه ده، الحديد. لا في ناس عندها غرام بالعملات القديمه، ايوه، في ناس مغرمه بجمع العملات القديمه، فانت عندك عمله فيها عدد زياده ونقص، فممكن تتبادل مع واحد في حدود هذه الحدود، بيقول عليه 6 دراهم أو 6 دراهم في حدود، يفرق في حدود السدس فقط. مولانا
ورق كبير زي مثلا 200 جنيه اي ورق قديم يعني مثلا من حيث الورق هو يعني اي نعم نعم بالي كده اي وتقدر يطبق في القاعده دي لا 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 ما يصحش ما يصحش ما يصحش ولا يجوز بيع فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا إيه عاوز بيع الذهب بفضة ماشي بس شرط أن يكون إيه يدا بيد ولما أنهى الكلام على الربا في النقدين انتقل يتكلم على الربا في الإيه في الطعام وقسم ذلك ستة أقسام يعني الآن في الحال في الحال وقسم ذلك ستة أقسام الطعام من الحبوب القمح والشعير والسلج ومن القطنية القطنية الفول الحمص البسيلة والجلبان والكرسنة ومن شبه عندكم الكرسنة دي في شمال افريقيا عندكم شو الكرسنة مش عارف يعني بسلة مش موجودة صغيرة لا في خضرة وفيها حبوب حبتين ثلاثة في كل الجلبان برضو زيها بس شبيه بها ايوه بقى هو يعني في كيس كده هو اخضر تجد فيه واحد اثنين ثلاثة لا لا نفس الحال برضو موجود موجود ومن شبهها مما يدخر من قوت هو ما تقوم به بنية الآدمية كاللحم والسمن أو إدام وهو ما يتبع القوت من مصلحاته كالملح والبصل لا يجوز خبر عن قوله والطعام أي لا يجوز الجنس أي بيع الجنس الواحد منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا إيه يعني القطنيات والحبوب والإدام وما يدخر من غير ذلك يقتات يدخر من غير ذلك كله لا يجوز بيعه إيه إلا مثلا بمثل يدا إيه بيد لا في كتير هو أصلا زي ما قلت لحضرتك العملات تختلف العملات تختلف أو الذهب نفس الذهب المثال اللي احنا قلناه انت عندك شوية ذهب في البيت عاوز تجيب ذهب جديد يعني مراتك عاوزة يعني تاخد فيها يعني تشكيلات نزلت جديدة في المحلات فعاوزة تغير فإذا كان يعطيك ذهب بذهب ما فيش مشكلة لكن هو يعطيك ذهب بذهب ويقول لك ادفع الفرق ذهب جديد من الذهب القديم يا ريت الافضل الافضل والاحسن تقبض الفلوس تجيبها ثم تشتري وتبيع معاها على الذهب الجديد يعني ده ابراء للزمن ابراء للزمن وبعدين انت الحبوب برضو يعني اللي عندنا تعرف القمح ولا شهرات الاصناف من القمح
في قمح امريكاني وقمح هندي وقمح مش عارف وفيه جيزة 20 وجيزة 21 وجيزة 7 وجيزة مش عارف فكل ده يختلف. صحيح الاختلاف قد يكون دقيق، لكن هل يباع هذا بهذا؟ فاحنا عندنا كل القموح او انواع القمح كلها واحده في باب الربا. كلك عاوز انت تغير اشتري القمح ده وبيع القمح بتاعه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام حين اتي له بصنف من البلح جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، احنا بنشتري الصاع من ده بصاعين وثلاثة من البلح بتاعنا. قال هذا هو الربا. بيعوا الجمع بتاعكم، تمر الجمع بتاعكم، ثم اشتروا بثمنه ايه من هذا، حتى لو كان لازم ده يباع ويشترى بثمنه الصنف الثاني. لا حضرتك انت عايز تتبدل يعني؟ لا، بيع الذهب اللي معاك واشتري الذهب المصنوع عشان هيدفعك ثمن الصنعة. بيحسب لك الذهب ثمن والصنعة بتاعته بثمن اخر، ويضيف ده على ده. لا، هو الاصل فيها اولا ان تطيب النفوس والا يحصل نزاع بين الناس والا يغالب بعضهم بعضا. ففي ناس ممكن يقدم لك الصنف الرديء على انه اجود الاصناف، بيضحك عليك وياخذ الصنف الجيد بتاعك باقل. فالشارع عشان ايه؟ يعني النفوس تبقى راضيه والناس تنفصل من بعضها وفي رضا، لازم يكون ان يكون هذا معلوم وهذا معلوم وهذا بسبب معلوم وهذا بسبب معلوم. طيب، فموضوع الربا موضوع خطير، يعني العالم الغربي ياكل بعضه بعضا بسبب الايه؟ بسبب الربا هذا. يعني النهارده حضرتك الازمه العالميه اللي صار العالم الاسلامي وقود، مجرد وقود لها، تقود لها، سبب الرئيسي الربا. ليه؟ لأنه هو هناك بيشتري العمارة بكام؟ ب300,000 على 30 سنة، بس ايه؟ 10% ربا، 10% فايدة. حضرتك 10% على 30 سنة دي بتخلي المبلغ 300 تصل الى ايه؟ الى حوالي 1000. فانت مطالب بالسد ايه؟ هذا المبلغ. العمليه دي مشيت على نطاق واسع جدا، بل هو صاحب العمارات بيزح لك العماره زح كده اهو عشان تاخد وتشتري وانت لسه معكش فلوس، لانه عارف ان بكره بعده هياخد منك الايه؟ هذه المبالغ. تكون نتيجه ايه؟ هبطت اسعار العقارات، لا اللي اشترى قادر يسدد ولا اللي بايع لقى فلوس. هذه الازمه. خطير الربا، خطير الربا، خطير خطير خطير. نعم. بالنسبة للموضوع العلة. لو انتفت العلة. لا 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 لا،
احنا هذه العلل اللي ظهر لنا، لكن قد تكون هناك علل اخرى نحن لم ندري بها ولم نعلم بها. ما دام فيه نص انت محكوم بالنص، وكونك وجدت انت سبب او حكمة مرحب، لكن كونك لم تجد يعني ده لا يبرر لك انك انت تخالف النص. ليس هناك مبرر لمخالفة النص، لان احنا متعبدين بهذا الشرع، متعبد انت به تنفذه كما جاء. كونك انت قد تدرك الحكمة وقد لا تدركها. إلا مثل مثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير تأكيد، وتعتبر المماثلة بالمكيال الشرعي إن وجد إلا بالمكيال العادي. وأخذ من قوله مما يدخر إلى آخره أن علة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار. الاقتيات عند الشافعية العلة فيها الطعم، مجرد الطعم، ولذلك عندهم الربا يجري في الخيار وفي الفقوس وفي القت وفي كل المطعومات، لكن عند المالكية لا يجري إلا في إيه؟ ما يقتات ويدخر. إذا كان يقتات نعم، ولكن لا يدخر لا تجري فيه. إن كان يدخر ولا يقتات، شوف لازم وجود الإيه؟ علتي الاقتيات والادخار، لأن اعتماد الناس على هذا، اعتماد الناس على هذا. ولا يجوز طعام ثانيهما الأشار إليه بقوله ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر. الطعام عندنا في مذهب مالك أشد ألوان الربا في الطعام. الإمام مالك شدد في الطعام ما لم يشدد في غيره، لأنه وجد أكثر الأحاديث الواردة واردة فين؟ في الطعام. وبيع الطعام قبل قبضه أكثر الأحاديث واردة في بيع الطعام قبل إيه؟ قبل قبضه. ولذلك لأن عامة الناس لا يمكن أن يستغنوا عن الإيه؟ عن الطعام. ممكن إنسان يستغنى عن السكن، مش يستغنى عن السكن يعني ممكن يسكن يعني يعيش في السكن بسيط التعبان اللي فيه شهر واثنين وثلاثة وأربعة، ويمكن الجلابية اللي عليه دي ممكن يقعد يلفك فيها شهرين ثلاثة مثلا، لكن الطعام ممكن يقعد جعان أسبوعين وثلاثة وأربعة. ولذلك ثورات العالم الحقيقية تكون بسبب ايه؟ بسبب الطعام. ثالث أشار إليه بقوله ولا بأس بجواز بيع الفواكه وبيع البقول وما لا يدخر متفاضلا، كل الفواكه والبقول وكل ما لا يدخر يجوز بيعه إيه؟ متفاضلا، حتى ولو كان من جنس واحد، لكن شرطه أن يكون يدا بإيه؟ بيد. يعني انت ممكن تبيع الفاكهة البرتقال بالكمترة 3 كيلو كيلو 5 ب 10 ب 15 ب 20، كذلك البقول اللي الطبخ دي كلها، لكن بشرط ان يكون يدا بايه؟ يد. نعم. ابن عمر بيقول انظر قوله ولا يدخر، هل هناك شيء زائد على هذين القسمين ام لا؟ فيحتمل يكون قوله ولا يدخر تفسير يعني وهو ما لا يدخر، وذكر احتمال اخر وقال اما الفواكه التي هو الشيخ ابن ابي زيد لما قال ايه ولا بأس
ببيع الفواكه وبيع البقول وما لا يدخر. فهنا ابن عمر بيقول يا ترى كلمة ما لا يدخر دي جايبة معنى زايد ولا تعتبر تفسير للعبارة دي؟ ده معنى هذا الكلام اللي قال. أما الفواكه التي لا تدخر أصلا كالتفاح والمشمش يجوز فيها التفاضل اتفاقا، وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون إيه قطر. هم الآن في جماعة بيقول لك إيه، أنت بتقولوا ما لا يدخر، النهاردة كل حاجة بتدخر، ليه؟ التلاجات تحط فيها ما تحط تقعد إلى ما شاء الله أو تدخر، أهو حاجات اللي أنتوا جوزتوها على أنها عشان ما تدخرش أو بتدخر الآن. هتسأل تقول له يا ترى هذا الادخار موجود في كل القرى والأرياف والبلاد والدنيا كلها ولا موجود في بعض دون بعض؟ ها؟ أيوة، غير عام حكمها، غير إيه؟ غير عام في كل البلاد وكل الأقطار. أهو شوفوا التفاح والمشمش يجوز في التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون إيه، أو مثلا في بلد دون بلد أو قرية دون قرية أو مدينة دون مدينة. مثلا كالكمثرى يجوز في التفاضل على المشهور وإن كانت تدخر غالبا، كالجوز واللوز برضو يدخر بعض البلد دون إيه دون بعض. فأشار إليه بقوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة. هذه ابن أبي زيد قالها عشان إيه؟ إذا كان بعض الفواكه تترك حتى تيبس، فقال خلاص ما دام يبست تقتات وتدخر. لكن ضعفوه العلماء، ضعفوه في هذه العبارة دي، ضعفوه فيها هو. ما قاله ابن أبي زيد قول ضعيف في المذهب، والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة. كل الفواكه يبسة ولا طرية يجوز فيها الايه التفاضل ما دامت يدا بايه بيد. وهذا هو القسم الرابع. أما البقول إن كانت لا تدخر أصلا كالخس فيجوز التفاضل فيها، وإن كانت لا تدخر غالبا وتدخر نادرا في بعض البلاد كاللفت بالخل فيجوز التفاضل فيها على المشهور، حتى وإن كانت تدخر غالبا كالثوم والبصل امتنع التفاضل فيها. الثوم والبصل عز هو يعني الثوم والبصل تدخر غالبا. الثوم نعم، الثوم نعم 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 صحيح نعم 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 تدخر نعم. وقوله وسائر الإدام والطعام تكرار مع ما ذكره في القسم الأول، كررت عليه قوله والشراب مثل العسل والخل امتنع التفاضل فيه إلا الماء وحده فإنه يجوز التفاضل فيه، وبيعه بالطعام إلى أجل على المشهور. ده بالنسبة للإيه الماء. خامس أشار إليه بقوله وما اختلفت أجناسه من ذلك أي من الشراب ومن سائر الحبوب والثمار بالطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، لحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سادسها أشار إليه بقوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه أي من الطعام إلا في الخضر والفواكه. ففي كلامه تكرار مع ما تقدم. ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو، فقال والقمح والشعير والسلت
ضربه من الشعير ليس له قشر، كأنه حنطة كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، القمح والشعير والسلت جنس واحد. بالنسبة للقمح والشعير الشيخ بيقول هو المذهب، صحيح هناك رأي ثاني بأنهم جنسين وصححه ابن عبد السلام، لكن المذهب على أن القمح والشعير يعتبر إيه جنس واحد لتقارب المنفعتهما، تقارب الإيه المنفعة. ودليل كل نقلناه في الأصل ابن بشير اتفق المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرج عن أصولها ولا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا، وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين لأنه رطب بيابس من جنسه. ده كلام مين؟ ابن بشير، وهو يمثل المذهب على أي حال. لا يجوز بيع القمح بالشعير متفاضلا. أيوه لا يجوز، لا يجوز. نعم قال لتقارب المنافع. نعم لتقارب المنافع. والزبيب كله أعلاه ورديئه أسوده أحمره صنف واحد، يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل. وكذلك التمر يابسه كله على اختلاف أنواعه قديما وجديدا صنف واحد، يجوز بيع بعضه بعض متماثلا ويحرم متفاضلا، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. والقطنية، والقطنية أصناف في باب البيوع، وهذا ليس متفقا عليه. كون القطنية سبع أصناف كلهم جنس واحد، اللوبيا والحمص والفول والجلبان هل دي كلها نوع واحد؟ يقول هو صنف واحد في البيوع. قال بس الشيخ مختلف فيها، اختلف فيها قول الإمام مالك، فرواية ابن القاسم أنها أصناف، ورواية ابن وهب أنها إيه أنها صنف، لكن لم يختلف قوله في المدونة في باب الزكاة أنها صنف واحد. القطنية سبع أصناف في باب الزكاة صنف واحد، لكن في البيوع مختلف هل هي صنف واحد ولا صنف ولا أصناف. نعم. ولما أنهى الكلام على ما اتحد من الأجناس واختلف من الحبوب والقطاني انتقل يبين ما اتحد من أجناس القوت، فقال ولحوم زوات الأربع من الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، ومن الوحش كالغزال وبقر الوحش كله صنف، كل اللحوم صنف واحد، يجوز بيع بعضه إيه ببعض متماثلا ويحرمه متفاضلا. وكذلك لحوم الطير كله إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء صنف واحد. وكذلك لحوم دواب الماء كله صنف واحد. ما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، فلا يباع شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا شحم الحوت بالحوت إلا مثلا بمثل يدا بيد. وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف ألبان ذلك الصنف من الأنعام جبنه وسمنه صنف، ظاهره جواز بيع بعضه ببعض متماثلا لأن ذلك شأن الصنف الواحد. فكهاني بيقول ولم يجز مالك ذلك ولا أصحابه، فانظره فإنه عندي من مشكلات الرسالة. ده كلام مين؟ كلام الإمام الفكهاني. لكن قال الأقفاسي نقلا عن الإمام الجزولي تقدير كلامه وألبان ذلك الصنف
صنف وجبنه صنف وسمنه صنف. ها فحل العبارة الايه كلام معقول برضو. وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه ايه صنف. فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه بعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا. انظر بقيته في الايه في الأصل. أبدأ كلام طيب. يعني إذن الألبان تختلف اللبن عن السمنة عن الايه الجبن. نعم صحيح. نعم اللبن بالسمن يجوز متفاضل. نعم ثم شرع بين نوع من الأصول الربا فقال ومن ابتاع طعاما ربويا كان أو غيره فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. واحترز بالطعام عن غيره فإنه يجوز قبل قبضه. شوف الحتة دي من الحاجات اللي ايه اللي المالكية اختلوا فيه عن ايه عن غيرهم. عند المالكية بيع الشيء قبل قبضه مقصور على بيع الطعام. بيع الشيء قبل قبضه مقصور على ايه بيع الطعام. يعني اشتريت بيت وعاوز تبيعه قبل ان تقبضه مش مشكلة. اشتريت سيارة وعاوز تبيعها قبل أن تقبضها مفيش مشكلة. اشتريت حتة أرض وعاوز تبيعها قبل أن تقبضها مفيش مشكلة. المشكلة عند الملكية فين؟ بيع الطعام قبل قبضه. ليه؟ الإمام مالك ورد وجد أن كل الأحاديث أو 99% من الأحاديث واردة في إيه؟ في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. في حديث وارد عن ابن عباس في بيع الطعام قبل قبضه قال ولا أرى كل شيء إلا مثله. ولا أرى كل شيء إلا إيه إلا مثله. فجمهور العلماء الآخرين أخذوا بإيه بزيادة ابن عباس إلا الإمام مالك. ليه؟ الإمام مالك يرى أن النص على الطعام خصوصية للطعام. خصوصية لإيه؟ للطعام. حضرتك لما تقرأ أنت في الموطأ عجيب الإمام مالك في بعض المواقف يخالف أحيانا يخالف رأي سيدنا عمر مثلا يخالف رأي مثلا سيدنا عثمان أحيانا ويأخذ بقول غيره. زي مثلا سيدنا عمر يقول من ترك طواف الوداع وتذكره بعسفان يعود إليه. ومر الزهران إذا مر الزهران عليه يعود. مما يقول لا إذا خرج مكة لا يعود. أخذ برأي مين؟ أخذ برأي عروة بن الزبير. ليه؟ لأن قول عروة يتقارب مع النصوص الواردة في موضوع الايه طواف الوداع. نعم فهنا هو خالف كل الفقهاء الآخرين في موضوع ايه بيع الشيء قبل قبضه. قال هذا خاص بايه بالطعام ولا يجري فيه ولا يجري في غيره. ومش في كل أنواع الطعام كمان. شوف يا سيدي أول ابتاع طعاما ربا إن كان غيره قبل أن يستوفيه لما صح عن النهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. واحترز بالطعام عن غيره فإنه يجوز بيع قبل قبضه. والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما إذا كان شراؤه أي شراء المبتاع ذلك الطعام
على وزن أو كيل أو عدد. إذا كان الطعام مشترى بإيه؟ على وزن أو كيل أو إيه؟ ثم صرح بمفهوم هذا القيد زيادة في الإضافة قال: بخلاف الجزاف ويشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور. قال الفاكهاني: لأنه قد ملكه بالعقد. وقال الأقفاسي: النظر إلى الجزاف قبض على المشهور، وإذا جعلنا النظر قبضا فهو داخل تحت قوله قبل قبضه، ولا فرق بين الجزاف وإيه وغيره. وكذلك كل طعام ربوي كان وغير ربوي، أو كل إدام كالشحم واللحم، أو كل الأبزار كالملح، أو كل شراب، لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل أن يستوفيه، ولا يستثنى منه إلا الماء وحده. يعني كل أنواع الطعام لا يجوز بيعه قبل إيه، وكل ما يدخل فيها الشحم واللحم والحاجات دي إلا الماء وحده، لأنه ليس بربوي. وكرر الطعام ينبه على قول ابن وهب: لا يمنع بيعه قبل قبضه إلا إذا كان ربويا طعام، لكن إذا كان الطعام من الأدوية كالعسل يركب ويكون من الزلاليع التي لا يعتصر منها زيت وتؤكل كالسلقي والجزري، وما يكون الزلاليع التي يعتصر منها زيت لغير الأكل كالكتان، فلا يدخل ذلك في فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه، ولا يحرم من التفاضل في الجنس الواحد منه. ها، إذن خاص الحاجات التي يمنع فيها بيع قبل الاستيفاء قبل القبض ما يكون إيه طعاما، ما يكون إيه طعام. لكن إذا كان من الأدوية كالعسل وكالزراريع والسلق والأشياء التي يعني البقولات كلها، هذه لا يجوز فيها أن تباع قبل إيه قبضها، ويجوز بيعها بالتفاضل في الجنس الواحد. نعم. ده العلة، ده أحد العلل. نعم، هذا هو العلة. نعم، لأن زي ما قلنا قبل قليل، الناس ممكن ينتظروا في أي شيء آخر إلا الطعام، إلا الطعام. لو حضرتك أنت أبحت أن يباع الطعام قبل قبضه، ممكن يباع الطعام في المخازن، التجار يتبايعون فيما بينهم فهو في مخازنه، لكن لازم يستوفى. والناس يشوفوا العربيات ماشية شايلة القمح، راجل شايل القمح في السوق، داخل السوق خارج السوق، تطمئن الناس. العسل المركب كدواء. وكذلك يفسد كدواء. ايوه، كل ما يكون دواء. ايوه، حتى لو لم يخلط شيء. كل ما يكون لانه هو برضه العسل الجبلي في حاجات بيطلعوها منيه، يعني يعني كل انواع العسل ما تؤخذش، لازم فيها شمع بيطلعوه، في حاجات بسميه يعني في شيء اجراءات بتعمل فيه. اشمعنى الجزاف؟ يجوز بيعه قبل القبض، لان النظر الى الجزاف قبل القبض، مجرد ما تنظر انت بس، ايه مش اي حد. يعني احنا لما ننظر في الجزاف نظرنا ده زي بعضه. لكن ناس اصحاب الخبره يقول لك الصبره دي 20 اردب او 25 اردب، لو كيلتها تجدها برضه بنفس هذا القدر. اصحاب الخبره. ايوه.
لكن ما فيش موضحة، ما فيش ورقة بيوضح فيها داخل الصندوق في ايه. جاكيتات بس لا يعني هو احنا عندنا في مذهب مالك يجوز بيع العدل وفقا لما في البرنامج. بس هو كلها فيها بطارات، بس هو اللي يعرف مقاساتها ولا يعرف كم فيها بطارات ما يضرش، لكن المهم ان هو يقول ان الصندوق ده في كذا بنطلون صوف او كذا بنطلون كتان او كذا بنطلون كذا. لأنهم هم بيقولوا إذا بيعت على هذا فلا بأس، يعني القاعدة دي عندنا بيع العدل وفقا لما في البرنامج، دي مش موجودة برضو في المذاهب الأخرى، موجودة في مذهب مالكية بس. فإذا فتح صاحب الصندوق ووجده على خلاف ما مكتوب في الورقة أو مكتوب على ظهر الصندوق من حقه. إذا لم يكن هناك أي ورقة نعم، إذا لم يكن هناك أي مواصفات إذا كان حتى ولا بحتول الكلام مو بس يقول هذا، يقول مثلا هذه فيها بطلات بس لا يعرف عددها ولا يعرف صفاتها، إنها مغلقة جاء من أوروبا مغلقة مشهور عدد البطلات مشهور صفة لا صفة البطلون ولا عدد البطلات لا 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 كلمة البرنامج يعني موضح فيها. هذه ليست فيها برنامج. نعم؟ هذه فيش برنامج. لا 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 لازم. مستعملة. نعم؟ مستعملة وبيجمعوها وبيربطوها في مكان في أشياء كده معينة يعني. لكن غير مودع مثلا على عدد الصفة وكده، غير مودع. يعني هو مثلا تجار بالجملة. أيوه أيوه لكن. هم يبيعون هذا التجار بتاعت محلاتها. ويأتي للتاجر عنده محل يشتري، وهذا يكون فيها بنطلونات يعني هو صاحبه لا يعرف كم بنطلون فيها وما هي صفتهم يعني، بس يقول هذه بنطلونات هذه جاكيتات هذه بس. هل هذا يكفي في البرنامج؟ لا 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 يكفي. ايش صفتها يعني؟ مداولة من برضه موجود. والله احنا اللي عارفينه البرنامج اذا كان فيه الوصف مكتوب، لكن هل ربما يكون نظر لانه مستعمله تكون قليله القيمه يعني يتسامح فيها مثلا؟ ها يعني قد يتسامح فيها لكونه مستعمله مثلا واسماء نعم لا هو بصفة عامة استعمل في أوروبا ملوش قيمة ملوش قيمة هو عندنا له قيمة لكن عنده لا أنا أسواق خاصة لأشياء أنا أسواق خاصة يعني في وعند في السعودية موجود برضو السعودية السعودية في برضو أسواق خاصة فعلى حال احنا كلمة البرنامج الحقيقة احنا بنعتبرها نوع من التيسير على التجار، لكن كونت الصندوق مجرد اسم تكون الاسم بس بنطلوناته بس هل هذا يكفي؟ سموها بالا اي نعم يعني كده يعني حاجه غير معروفه نعم على حال احنا لازم يكون فيها يعني اوصاف يعني تبين للمشتري ما بداخلها، فكلمة بنطلوناته بس يكفي؟ اعتقدش انها كافية. بعدين ترجع للشروط المالية يعني هو يكون معلومة مجهولة.
معلوم جملة ولا معلوم تفصيلا؟ يعني هو قصد هم أساس أن هذا نوع يعني تتسامح فيه النفوس، لكن برضو يعني ما أعتقدش. نعم نعم نعم، أعتقدش أنه برضو لا تتفق مع بين البرنامج عندنا، بين الرجال لازم يكون في أوصاف للشيء داخل الصندوق أوصاف واضحة. نعم. لا منع، كله منع منع. فالمالكية أجازوا بيع ما في الصندوق وفقا لما في البرنامج، بس يكون واضح. نعم يكون واضح. نعم طيب، ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. يعني احنا هناك طعام اللي ممنوع فيه أن يباع قبل قبضه إذا كان مشترى، إذا كان إيه مشترى، لكن إذا كان أنت اقترضت 10 أرادب من شخص لك أن تبيع هذا الطعام قبل إيه قبضه منه أو من غيره. شوف كده، فيجوز المقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره بشرط النقد، شرط ايه النقد، ولا يجوز لأجل، لأنه إذا باعه للمقرض بأجل يكون من فسخ الدين في الدين، أنت مدينه هو مدينك فتفسخ الدين في ده، وإن باعه من غير المقرض يعني من أجنبي ينتقل إلى بيع الدين بالإيه بالدين. وكذا لا بأس بالشركة في الطعام المكيل قبل قبضه. وهو أن يشرك غيره في البعض، وكذا لا بأس بالتولية فيه، وأن يولي ما اشتراه لآخر، وكذا لا بأس بالإقالة في الطعام المكيل. هنا 3 أشياء دول يجوز في عند المالكية: الشركة في المبيع، والتولية فيه، والإقالة. الشركة يجي التاجر يشتري وانت تاجر واقف معاه ولم تتكلم، من حقك بعد ما يشتري تقول انا شريكك في ايه في هذه الصفقة، انا شريكك في ايه، ما دام انت من تجار السلعة دي، اذا كنت من تجار السلعة كنت حاضر للبيع ولم تتكلم، من حقك ايه ان تشارك الايه المشتري في هذه الصفقة. نعم لا لا لا، المزاد لمن يزيد، لمن يزيد. واحيانا التجار بيتفق بعضهم مع بعض يقول في 3 بس اللي يزيدوا والباقي ياخذوا نصيبهم فيما بعد، لكن دي اوسع شويه من بيع الايه، يعني حتى لو كان في دكانه وانت بتشتري من دكانه وكتاجر للسلعه دي واشتريتها، بشرط من حق التاجر الاخر ان يشاركك فيها. اما التوليه، اشتريت سلعه وجدت واحد تاجر صغير عاوز انت تكرمه، يقول انا وليتك هذه الصفقة بنفس الثمن اللي أنا اشتريتها به،
فالتولية بيع ما اشتريته بنفس الثمن. ودي بتكون بالمعروف، التولية غالبا تكون ايه بالمعروف، يعني تاجر صغير، رجل فقير مثلا لسه بادئ بتساعده، في واحد صديق لك تنتهى له برضو يعني بزيادة بدون زيادة. يعني إذا التولية منظور إليها على أنها من باب الإيه؟ من باب المعروف. والإقالة، الإقالة كونك أنت بعتني سلعة ثم أنا فيما بعد ترددت، أو في الناس في البيت ما لم يقبلوا هذه السلعة، والأولاد عندي قلت والله أقلني من هذه البيعة. قال يستحب استحبابا، لكن من حقك أن تطلب ثمن أكثر أعلى، لأن الإقالة بيع جديد. إقالة بيع إيه؟ بيع جديد. لا ليس فسخا، ليس فسخا، يعني من حقك أنت إيه تبيعها بالثمن اللي أنت تبيه، أو تبيعها بثمن إيه بثمن أعلى. والحديث مشهور، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يبقى إذن موضوع المشاركة وموضوع التولية وموضوع الإقالة دول يجوز أن يكون قبل الإيه؟ قبل القبض، هو أن يقبل البائع المشتري، هو أن يقيل البائع المشتري أو العكس. ثم انتقل يتكلم عن البيوع الفاسدة فقال: وكل عقد ببيع وهو ما كان لتمليك الرقبة أو بإجارة وهي العقد على منافع الحيوان العاقل الإنسان يعني، أو بالكراء وهو العقد على منفعة ما لا يعقل من حيوان أو غيره، بخطر أو غرر، في ثمن أو ثمن أو أجل. ده تعريف الإيه؟ البيع الفاسد. تعريف البيع الفاسد مش هو إيه؟ أهو كل عقد ببيع أو إجارة أو بكراء بخطر أو غرر. الخطر والغرر فين؟ قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن. الخطر والغرر، خطر وغرر يعني في جهالة، في جهالة من تش عارف حقيقة المبيع أو مش عارف حقيقة الثمن، ده معنى الخطر والغرر يعني. بخطر أو غرر، وكان في خطر أو غررا، وهما لفظان مترادفان بمعنى واحد، وما جهلت عينه. وقيل ما تردد بين السلامة والعطب في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. مثاله في الثمن أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد، ومثاله في المثمون أن يشتري منه عبده الإيه الآبق بعشرة دراهم، ومثاله في الأجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم إيه زيد ولا يدرى متى يقدم إيه زيد. ده أمثلة لإيه؟ الخطر والغرر في الثمن والمثمن والأجل. ولا يجوز بيع الغرر، أي ما في غرر، ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول. يقول الشيخ ده الكلام ده تكرر مكرر لأنه بعض ما قبله. ثم انتقل يتكلم على مسائل ممنوعة فقال: ولا يجوز في البيوع التدليس. هو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري، ده التدليس هو. ولا يجوز الغش، وأن يخلط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء. ولا تجوز الخلابة، أي الخديعة بالكذب في الثمن.
أو يرقم عليها أكثر مما اشتراها به ولا يصرح بإيه؟ بذلك. ولا يجوز الخديعة وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه، بس أن يقول تعال اشتري مني وأنا أرخص لك. ولا تجوز كتمان العيوب، هو معنى هو بنفس المعنى بقوله بيوع التدليس. ولا يجوز خلط دنيء بجيد، خلط حنطة دنيئة بحنطة جيدة. ولا يجوز أن يكتم من أمر سلعته. حضرتك لو أنت جمعت الحاجات دي هتجد كلها أحاديث الشيخ جمعها وصاغ في الايه في هذا، كل هذه احاديث. شكرا. ده يعني وضع جديد من السلع لا 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 لا، لازم الرديء لوحده والجيد لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بالسوق وجد طعاما فأدخل يده داخل الطعام فنالت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، مطر نزله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لازم دلوحد دلوحد. ايوه نعم صحيح صحيح. ولكن يعني مفهوم بين الناس ان ممكن هذا يكون يعني ليس زائد، لم يكن عصير حقيقي لا. هو حضرتك لو قال لو حط اعلان عندنا بيع عصير برتقال حرام عليه، لكن لو باع عصير وانت بتشتري منه دون ان يبين لك ما هذا النوع فيش مشكلة عنه. يكون في المانيو برتقال تفاح، يعني هو ليس حقيقة، يعني يكون في المانيو برتقال تفاح وعندما يأتي هو ما هو عليه شيء لا 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 لا. بس هو هو انت بعض الناس قد يكون عنده دراية، لكن بعض الاخر اذا مكتوب عليه برتقال بيشتري على انه برتقال. انا اقول حضرتك اذا كان كاتب هو عندنا عصير برتقال لا يجوز ان يبيع غير عصير برتقال، لكن إذا كان لم يكتب على محله شيئا ولا عنده أي إعلان وأنت دخلت تشرب أي عصير مش مشكلة. سميت له عصير. إذا قلت له عصير برتقال، إذا سميت له ومطالب أن يجيب لك عصير برتقال ولا يعتذر لك. نعم. ولا يجوز أن يكتم من أمر سلعته ما أي شيئا إذا ذكره كرهه المبتاع. يعني واحد بيبيع ثوب مستعمل هو عارف أن ده ثوب واحد ميت، فلازم يبين أن ده ثوب يعني شخص ميت. وإلا لا يجوز إذا ذكره كره المبتاع. الكلام ده بالنسبة للشخص اللي يفرق بين ثوب الميت غير، لكن إذا كان واحد يشتري أي حاجة يعني أو ثوب واحد مجذم أو كان ذكره أي شيء أبخس أي أنقص للبائع في الثمن كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا، يكون الثوب سبق غسله أو وقعت عليه نجاسة برضه ده يبخس في الثمن، لازم يبينه. والأصل في تحريم الغش ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس إيه منا. فكهاني لا أعلم خلافا في تحرم الغش والخديعة وما ذكره معهما، لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع
لأنها ضرب من المكر والحيل على الناس والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق. ومن ابتاع عبدا أو غيره فوجد به عيبا يمكن التدليس به ينقص من الثمن كثيرا فله أي المبتاع الخيار بين أن يحبسه ولا شيء له في مقابلة العيب الذي وجده به أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يصرح بالرضا أو يسكت من غير عذر ولا خيار له. واضح أظن. وقيدنا بيمكن التدليس به احتراز مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالخشبة ينشرها فيجدها معفونة أو جوزا يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري ما دام اشترى من غير شرط بطيخة اشتراها وجدها بيضة زي الشاش خلاص انت وحظك مثلا فإنه لا كلام للمشتري. وبقولنا ينقص احترازا مما إذا كان يسيرا لا ينقص من ثمن شيء فإنه لا قيام له به أو كان يسيرا ينقص من الثمن يسيرا فلا خيار له إن كان ذلك في الرباع والعقار يعني نقص الثمن اليسير في الأشياء الكبيرة ذات القيمة عقار 100,000 ينقص مثلا 2,000 ولا 5 حتى ولا 10 يعتبر يسير. وله الرجوع بقيمة العيب خاصة ولا يعني العقار إذا وجد فيه عيب يسير أنت تطالب بقيمة العيب لكن لا تطالب برد العقار. واختلف في العروض فقيل لا خيار له ويرجع بقيمة العيب خاصة وقيل له الخيار ويأخذ ثمنه. يعني هي قيمة بالنسبة للعروض في اختلاف ترجع بقيمة العيب فقط ولا لك الحق أن ترد السلعة. أما في العقارات والرباع لا ترد السلعة ولكن يؤخذ يطالب بقيمة العيب فقط. ثم استثنى من ثبوت الخيار للمبتاع إذا وجد بالمبيع عيبا في حبسه أو رده فقال إلا أن يدخله للمبيع عنده المبتاع عيب مفسد أي منقص من الثمن كثيرا فله أي المبتاع أن يرجع البائع بقيمة العيب القديم من الثمن الذي أخذه أو يرده أي المبيع ويرد معه ما نقصه العيب الحادث عنده. يعني أنت اشتريت سلعة وجدت بها عيبا وقبل أن تعيدها لصاحبها حصل بها عيب عندك أنت بالخيار بين أمرين إما أنك أنت تردها لصاحبها مع قيمة العيب الذي حدث عندك وتأخذ الثمن أو تقبلها هكذا وترجع للراجل بقيمة العيب القديم. وإن قال البائع أنا أقبله بالعيب الحادث يعني تطلب منه قيمة العيب القديم ولك أن ترده بالعيب الحادث هنا بيقول الإمام مالك بيقول له الحق الخيار بين الأمرين حتى ولو قال البائع أنا أقبله بالعيب الحادث وهو رواية عن مالك وابن القاسم. ومذهب المدونة لا مقال للمشتري مطلقا لا مقال للمشتري إنما هو بالخيار بين الحالتين. وإذا تلف المبيع بعد أن اطلع المشتري على عيبه وقبل أن يقبضه البائع فهو في ضمان خلي بالكم العبارة ده أنا مش مستريحة هو في ضمان المشتري والبائع خلي بالكم عندكم بس إذا تلف المبيع بعد أن اطلع المشتري على عيبه
وقبل أن يقبضه الإيه البائع. كلكم عندكم كده أهو. وإذا تلف المبيع بعد أن اطلع المشتري على عيبه وقبل أن يقبضه الإيه وقبل أن يقبضه البائع فهو في ضمان البائع إن رضي بالقبض، وإن لم يقبضه أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم بال... يعني هو الكلام بتاعه ده يقول إيه؟ أنت اشتريت سلعة وبعد ما قبضتها اطلعت على إيه؟ عيب فيها، ثم تلفت السلعة بعد أن اطلعت على إيه؟ على عيبها. بيقول هو في ضمان البائع، في ضمان الايه البائع ان رضي بقبضها بالقبض وان لم يقبضه. يعني المشتري اشترى السلعة وجد بها العيب فحب يردها تاني، حب يردها على مين؟ البائع. على البائع. بيقول السلعة تلفت ففي ضمان الايه البائع ان رضي بالقبض وان لم يقبضه. البائع قبل أن يردها إلى البائع. إن هو عالم إلى أنها بها عيب. أيوة. قبل أن يردها. أيوة. ومع ذلك يكون الضمان على البائع. تلفت السلعة عند المشتري. ما هي بها عيب. أيوة. ما هي اطلع على عيبها. عيب. نعم. اطلع على عيبها وتلفت بعد أن اطلع على هذا العيب. كان في قبضته أو في قبضة ال. وهي في قبضة المشتري. المشتري. أيوة. فهو ده بيقول ايه اذا قبضها البائع رضي قبضها البائع او رضي بالقبض او ثبت ذلك عند حاكم وان لم يحكم بالايه بردها. ماشي الكلام؟ نعم. وإن رد المبتاع عبدا كان أو غيره بسبب عيب والحال أنه قد استغله غلة غير متولدة كالخدمة فله إيه غلته إلى حين الفسخ ولا يلزمه شيء من ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالإيه. يعني من واحد اشترى بيت بالخيار 3 سنة ولا سنتين ثم وجد به عيب بعد شهر بعد شهرين وأجره خلال شهر وشهرين دول، من الذي يأخذ الأجرة بتاعت البيت؟ المشتري. المشتري ليه؟ لأنه الضمان عليه. لأنه الضمان عليه خلال هذه المدة. نعم. لقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فإذا فسخ فالغلة حينئذ لمين؟ للبائع. كالغلة المتولدة كالولد مش عارف انا.
شوف فله غلته حين إلى حين الفسخ ولا يلزمه شيء إيه عن المدة اللي فاتت حتى يوم الفسخ لقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالإيه بالضمان. فإذا فسخ فالغلة حين يزل مين الغلة اللي هي مستقبلية من بعد الفسخ ولا من قبل الفسخ؟ المفروض من بعد الفسخ. ما دام انت اديته الغلة باعتباره هو كان ضامن فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد. يعني هو بيفرق بين غلة ناتجة عن ولادة، فالولد لازم يكون تابع لأمه، يعني البقرة اللي مثلا ولدت عيل ولا الشاة التي ولدت مثلا كبشا صغيرا ده تابع لأمه، لكن الخدمات التي يخدمها وأخذ عليها أجرة هذه التي تكون لمين؟ للمشتري. يعني هو في فرق بين غلتين، غلة متولدة عن خدمة وغلة متولدة عن إيه؟ عن أصل المبيع نفسه. زي مثلا الإيه؟ الولد التي ولدته الناقة ولا ولدته البقرة ولا الشاة ده تابع لأمه يرجع له بعد الفسخ. بعد الفسخ يعني سواء كده ولدته بعد الفسخ يأخذ الفسخ. ايوه لكن الغلة التي ناتج عن خدمة اجر الحمار ولا اجر البقرة ولا اجر الجمل يرجع لمين؟ للمشتري. ولما فرغ من الكلام عن الخيار استغلت كلام الخيار التروي، فلنوقف عند ايه خيار البيع عن الخيار خيار التروي. طيب خير ان شاء الله. يا رب بالتوفيق مشايخ ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله.